الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم لا إله إلا هو القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم لا إله إلا هو استغفر الله العظيم لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل حمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام إليك أعوذ السلام فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا ربنا أنت مولانا سبحانك سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما كريما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال منتر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي المعطى لراض المنقضيت ولا فوض الجد منك الجد قال ادعوني استجب لكم امين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.